هذا واحد الغرس، واحد النبتة بلاستيكية، في الحقيقة ماشي نبتة، هي واحد الغرس بلاستيكي تنديرو في الدروج، كان عندي في الدروج. ولاحظت بأنه بدا تيعيا، هذا البون تاعو فاش يكون هاد سميتو الغطاء ديالو اللي تيكون هنا فوق هذا، باش نخليه يعيش شويه مده اطول. انه جيت في هاد القاعده ديالو عمرتها البارح بالسيما، و باش اولا يتقال ما يبقاش اللي قاسو يطيح، وثانيا يولي متين تحافظ عليه. هذه الفوق ديالو راه هرشات، راه تجي هنايا، تجي هنا في هذا المكان راه هرشات، هاني تنرممها، والعديد من الاوراق ديالو راهم طاحوا، هما هنايا فوالا. وهاد ما يشبه الربيع اللي تيديروا ليه هنايا، حتى هو غادي نرممو. الور اول حاجه درت هو انه غسلته، يعني نظفته فوالا، نظفته. وثاني حاجه درت هو انه هذه راني حاولت نرممها، ولكن الخطأ اللي درت هو انه حيت سديت على هذاك الاغصان ديالو، هذاك الجذوع ديالو، حيت سديت عليهم بالسيما ما بقى عندي كيفاش ندير ندخلها. دونك كيف غادي نخليها هنا هكا غير نرممها، وغادي نجي لهنايا حتى ترمم، غنجي لهنا وغادي نقطعها، ندير فيها واحد هذا باش تولي تدخل في فوالا. هاد البو هذا شنو درت له؟ انتوما غادي تشوفوا، درت ليه الكولا ديال الخشب، الكولا ديال الخشب درتها له هكا، راه تتنشف دابا. الور شويه ديال الكولا سبيسيال اللي درتها في الجناب هنايا، على هاد الخيط ديالو، هاد الخيط ديالو درت ليه هذا، راني شادو دابا بالسكوتش على ما يكرم، وشي بلايص داير فيهم لي زاغراف باش يثبت مزيان. يعني كنت دايرو في الشمس، عاد دخلتو خليه هكا حتى ينشف مزيان. هذا دابا حيت ينشف مزيان غادي ندير ليه ان فيرني وصافي. المساله الاخرى اللي غادي ندير ان شاء الله هي هاد الوريقات راني بديت العمليه، هادو اللي مقطعين هاني تندير لهم نكوليهم، او تنكوليهم بالكولا سبيسيال مع شويه ديال البوليستر. الو الكولا سبيسيال والبوليستر، او في الحقيقه خاص ندير لهم هذاك الكولا مع شويه البيكربونات الصوديوم، هادو هذه هي الطريقه ديالهم، ولكن ما عنديش البيكربونات، تندير البوليستر حتى هي كولا قويه. الو غادي نرممهم، هانتوما تتشوفوا راه شي وحدين مهرسين، شي وحدين هذا، شي وحدين ما بقى لهمش هاد الراس. فوالا هاد الشجيره البلاستيكيه هي لصقت لها هاد الوريقات، البعض منهم ها هو جاي باين مفروش، ولكن هادوك راه غندير لهم شويه ديال الصباغه. البعض الاخر ما لقيتش كي ندير نصلحو بحال هذا، ما لقيتش الوريقات، ما بقاوليش، استهلكت كاع هادوك اللي كانوا استعملتهم. هنا لتحت ديالها راني درت لها هاد بونج لان كان تيهبط، وشديته بالسلك فوالا، هو شديته من هنايا بالسلك فوالا، ودرت لها هاد الطابيه اللي كانت عندها راني غرافيتها، ودرت لها هاد الميكا. دابا حتى هذا ديالها هاد القاع ديالها ها هو هاني درت له، هو واجد درت له الكولا، وخليت له هاد الجهه هادي خليتها له مفتوحه باش ندخلها من هنا،
فوالا. ولا حتى هاد التحتاني ها هو صايبتهم كولي. هادوك الطريفات ديال البوليستر مع الكولا سبيسيال هما بقى باينين بويض، ما عليهمش، نقدر نديرلهم صباغ، نقدر نخليهم كاع هكاك، لان تيجي فوق منهم هذا تيجي فوق منهم، هو خاصني نغسلو، يتغسلو وينشف، وديك الساعات يتحط فوق منهم. الور تيبقى غير نعاود، واخا راني غسلتو شهاب، فوالا بقى فيه هاد الغبره بقات. غادي نقدر نضربو بالريح وشي شويه ناشفه. فوالا وهو تقريبا واجد. هذا المحبق ديالو هو تقريبا نشف. غادي نحبس دابا لان الليل، غدا ان شاء الله غادي يكون ناشف. فوالا غدا ان شاء الله غادي يكون واش ناشف، ها هو مقلوب. من بعد غادي قبل ما نمشي من الورشه، غادي نقلبو. في هذه العمليه الكولا اللي استخدمت راه الكولا ديال الخشب، استخدمت الكولا سبيسيال مع هذا الفرشي ولا الفيلين البوليستر، واستخدمت التلصاق ديال هاد الوريقات، خدمت هذا المسدس ديال الشمع. العمليه اللي الاخرى هي الفيرني، درت ليه الفيرني من البرا، وراح حتى من الداخل درتو. غادي نخليه دابا ينشف وندير فيه هذيك الشجيره نتاعنا. هاد المحبق هو مربع، ولكن هاد الشيء، هاد الكارنيتور الدخلانيه راها مدوره، كيفاش حيت تيبدا يتحرك تيبدا تيلعب، يعني خاص يعمروا هاد القناه. كيفاش غيعمروا والمحبق راه هابط هكا، يعني هابط وتيتجمع من التحت. دونك درت له هاد المثلثات بالكارطون، تنطويهم بهذا الشكل هذا وتنخشيهم هنايا. لو بهذه الطريقه هذه ما غاديش يبقى يتحرك. عمليه الصيانه اللي درت لهذا المحبق ها هي انتهت، هو في الحله النهائيه ديالو. يعني درت له هذاك العشب الصناعي ديالو. فوالا ها هو، راه الشجيره راه تقريبا فيها واحد متر وعشرين ولا او اكثر شويه. دابا ما بقى لي الا نرجعو للمكان تاعو، المكان اللي كان فيه، كنت دايرو في الدروج، نرجعو للمكان ديالو وانتهى الامر. الفيرني راه ساليتو له. هاد العمليه كانت هي الصيانه ديال البو ديال المحبق في حد ذاته، لانه ترهل ولا كامل هذا. و حتى الفيرني راه درتو له حتى من التحت على الماء. والجزء الثاني ديال الصيانه كانت يتعلق بهاد الاوراق، هاد الاوراق اللي عاود جمعتها، كوليت اللي كوليت وهذا. هو براسو هاد الشجيره براسها راني درتها في واحد الطاس، ودرت فيه شويه ديال السيما والحجر، باش اولا تقال، ماشي غير تقيس ويطيح، لان هاد الشجيره تقريبا فيها واحد اكثر من متر وعشرين اكثر. و بالتالي انه حتى تتقيسو راه يمكن يطيح. دابا ما يمكنش يطيح، يعني عمليه ديال الصيانه كامله، والغسيل بطبيعه الحال قبل ما هذا، راه غسلته نفضته من الغبره، درت له هذا الصابون وغسلته مزيان. البو ديالي هنا رديته للمكان ديالو، راه فيه متر و60 بالمحبق، فوالا، وفيه متر و20 شجيرة بوحدها.
كان هذا كل ما في موضوع الصيانة ديال هاد المحبق. تنكتفي بهذا القدر، تنشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء.